هل ستضع القوات السورية من جهة وأعضاء الجيش السوري الحر من جهة أخرى السلاح جانبا للدخول في هدنة بمناسبة عيد الأضحى الذي يحتفل به في العالم العربي والإسلامي هذا الجمعة؟ الأمم المتحدة تأمل ذلك، فالدعوة إلى هذه الهدنة دعا إليها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي. الأمر يبدو صعبا بسبب استمرار الاقتتال في سوريا، حوالي 200 شخص قتلوا يوم الأربعاء. ناشطون أمميون ينوون الذهاب إلى دمشق. نعتقد أنه من المهم أن نتحدث إلى الرجل الذي يحكم البلاد ونعتزم الذهاب إلى هناك دون شروط ولقاء الأسد ومناقشة شروط حصول لجنتنا على الدخول إلى سوريا. محققو الأمم المتحدة تحدثوا عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا ووصفوا ما يحدث هناك بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.